لليوم السادس على التوالي تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة والحصيلة 163 شهيداً. إدخال 16 طنا من المساعدات المصرية إلى قطاع غزة. وبعد زيارته للأقصر أمس محلب في قنا لتفقد عدد من المشروعات الخدمية. موجز بأهم الأنباء من تلفزيون النهار، أهلا بكم. استشهدت امرأة فلسطينية وأصيب 6 آخرون صباح اليوم في غارة إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد ضحايا عملية الجرف الصامد الإسرائيلية إلى 163 شهيدا وما يقرب من 1070 جريحا. وكان الطيران الإسرائيلي قد شن ليلة أمس غارة جوية على منزل قائد شرطة غزة أسفرت عن إصابته بجروح وسقوط 18 قتيلا في أكثر الأيام دموية منذ بدء العمليات. وفي المقابل أعلنت كتائب القسام التابعة لحركة حماس تصدي مجموعة من عناصرها لجنود من البحرية الإسرائيلية حاولوا تنفيذ إنزال بري شمال القطاع، وذلك أسفر عن إصابة 4 جنود إسرائيليين حسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي. وكانت كتائب القسام قد أطلقت أمس عددا من الصواريخ على مدينة تل أبيب لم تسفر عن سقوط قتلى. أكد مصدر مسؤول في ميناء رفح البري أنه تم إدخال نحو 16 طنا من المساعدات المصرية المقدمة للفلسطينيين إلى قطاع غزة، وهي الدفعة الأولى للمساعدات المقررة من القوات المسلحة بإجمالي 500 طن عبارة عن مواد غذائية وأدوية ومساعدات طبية. وسيتولى الهلال الأحمر التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتوزيعها على المستشفيات في قطاع غزة. يتفقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء عددا من المشروعات التنموية والاستثمارية بمحافظة قنا اليوم. هذه الزيارة تأتي عقب زيارته لمحافظة الأقصر أمس، والتي أكد خلالها أن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها البلاد لم تملى على مصر من أي جهة، وإنما خرجت من قائد مصر الذي اختاره الشعب. كما طلب محلب أبناء الشعب المصري بالاصطفاف للإصلاح، مشيرا أن الفترة المقبلة سوف تشهد ثورة في الإصلاح الإداري. أصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قرارا بنقل اللواء محمد العناني مدير أمن الإسماعيلية إلى قطاع الأحواد المدنية وتعيين اللواء مصطفى سلامة بدلا منها. جاء القرار عقب الجولة المفاجئة لوزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية أمس للتأكد من تلافي أوجه القصور التي شهدها في زيارة سابقة له بالمديرية. كما تفقد الوزير المجرى الملاحي لقناة السويس والخدمات الأمنية ببور سعيد والإسماعيلية. تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم نظر قضية اقتحام السجون إبان ثورة يناير والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام السجون في وادي النطرون، والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني. ومن المقرر أن تستكمل المحكمة اليوم الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم. وافقت الحكومة الإثيوبية على استئناف اجتماعات اللجنة الثلاثية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي على أن تعقد الاجتماعات في العاصمة السودانية بعد تحديد المواعيد قريبا بمجرد الاتفاق عليها بمعرفة الوزراء المعنيين. وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إنها عازمة على تجاوز الخلافات حول سد النهضة مع مصر عبر الحوار، خاصة بعد لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريم ديسالين والرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مالابو الأخيرة بغينيا الاستوائية. أما عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم فموعدهم في 9 من مساء اليوم مع المباراة المرتقبة بين منتخبي ألمانيا والأرجنتين في نهائي بطولة كأس العالم المقامة بالبرازيل. وكان المنتخب الهولندي قد فاز بمركز الثالث بعد تحقيقه نصرا مستحقا على نظيره البرازيلي أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة أمس ليزيد من أحزان صاحب الأرض والجمهور بعد فشله في تحقيق أي ميدالية. كان هذا هو الخبر الأخير، وقبل الختام تذكرة بالعناوين. لليوم السادس على التوالي تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة والحصيلة 163 شهيدا.
إدخال 16 طنا من المساعدات المصرية إلى قطاع غزة. وبعد زيارته للأقصر أمس، محلب في قنا لتفقد عدد من المشروعات الخدمية. نهاية موجز الأنباء من تلفزيون النهار، شكرا لكم وإلى اللقاء.